السلام عليكم يا أصدقاء. فيديو عن إزاي الواحد يعمل رحلة أو سفر بالدراجة ترحال بأقل التكاليف الممكنة، وده فيديو بعمله لإني بناء على طلب أصدقاء كثيرة جدا كانوا سألوني على التفاصيل بتاعة الرحلات وإزاي الواحد يضغط التكاليف بقدر الإمكان. ففي الفيديو ده هعمل سلسلة فيديوهات مفصلة على بنود الصرف الرئيسية وإزاي الواحد يقللها بقدر الإمكان أو يلغيها خالص. يعني مثلا إزاي تسافر إلى أوروبا مثلا إلى روما بألف جنيه فقط لا غير، زي ما انتوا سمعتوا كده بألف جنيه. أو إزاي إنك تقعد على امتداد كذا شهر من غير ما تدفع ولا مليم واحد في السكن، او ازاي تاكل باقل التكاليف. هنغلي الفيديو دوت، هنركزه على السفر الاقتصادي فيما يتعلق بالسكن وطريق التخييم. مهم جدا ان هو يستثمر في عدة تخييم كويسة. يعني بعد كذا سفرية لقيت الموضوع ده بيفرق السماء بالعامة، ان يبقى عندك مرتبة مريحة ومناسبة تقضي عليها تنام عليها ليلة، تصحى فايق مرتاح مبسوط. يفرق جدا عن ان تبقى مرتبة فزوق الواحد يبقى نايم عليها مش مبسوط ويصحى تعبان. فرق كبير جدا. مرتبة كويسة، مخدة كويسة، سليبنج باج كويس، بالذات لو في سفر في أجواء باردة يعني يكون نوع نوعية كويسة بيدي تدفئة كويسة. خيمة يعني تكون مقبولة، خيمة كويسة أو مقبولة بتؤدي الغرض، بتحجز الهواء كويس أو بتحجز الشمس لو في شمس كويسة، جيدة التهوية لو الدنيا حر. طبعا التخييم دوت في كذا ملاحظة عليه. أول ملاحظة هي إني مش كل الدول بتسمح بالتخييم، فالدول اللي بتسمح فيها يعني مثلا زي اليونان مثلا انا بعتبرها الدولة الاروع عالميا في التخييم. قضيت حوالي انا اسبوعين او ثلاثة في اليونان، وكنت حريص ان انا امشي بمحاذاة البحر، فكانت التخييم ده حاجة نموذجية جدا. كل 20-30 كيلو في قرية كده يونانية لطيفة على البحر فيها شاطئ عام، والشاطئ العام ده في دش. فكنت اوصل كده قبل المغربية واروح حب طالع ولابس المايو ضارب غطس في البحر، خارج من البحر واخد دش حلو، فارد الخيمة نايم بيني وبين البحر كم متر كده، صاحي الصبح ضارب غطس تاني وقايم لمم الخيمة ومكمل طريقي. بلد تانية شديدة الروعة في التخييم، شديدة الروعة، كانت ماليزيا. ماليزيا الميزة الكبيرة جدا بتاعتها ان هي يعني انا ماليزيا تقريبا ما سبتش حتة ما مشيتش فيها، من شمالها لجنوبها لغربها لشرقها لجزرها. وبعدين التخييم هنا بقى يصبح حاجة مهمة جدا، لاني لما تخرج من مدن رئيسية
في بقى مساحات شاسعة الواحد يمشيها بالعجلة، عبارة عن قرى صغيرة جدا وحقول، بقى حقول رز على حقول زيت نخيل. ففي القرى دي ولا في فندق بقى ولا في اللي هم الاستضافة من رحالة تانية ولا حاجة، ما عندكش الخيمة بتاعتك. الميزة بقى الرائعة ان ماليزيا فيها كمية جوامع لا تحصى. في المدن الكبيرة في الجوامع الضخمة، في القرى الصغيرة في برضه جوامع كبيرة، انما في جوامع صغيرة كثيرة جدا جدا جدا. وكل جامع في اتشاش شيء يعني شديد الروعة، يعني في مكان للوضوء ومكان لقضاء الحاجة ودش، فالواحد هيعوز ايه اروع من كده. مكان يعني البرنامج اليومي بتاعي بفضل ماشي 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 لحد قبل المغرب بحاجة بسيطة كده، ربع ساعة كده ولا حاجة، وبعد كده كده هنطقي كده جامع جميل اروح رايح مغير هدومي واخد دش ولابس لبس نظيف واستنى الجماعه صلاه الجماعه بتاعت المغرب، اصلي مع الجماعه المغرب. طبعا هم بيلاقوا المنظر الغريب والعجله الغريبه، تخلص الصلاة من هنا يلتف حواليا، ايه الحكاية، انت مين، بتعمل ايه، راح فين، جاي من فين. احكي لهم الحكاية والرواية، الناس كانوا في منتهى اللطف والكرم، هي ماليزيا كانت تجربة رائعة. واستأذنهم اني انا افرد الخيمة، دايما الجوامع عندهم يعني تكاد تكون صفة متكررة، في المبنى الرئيسي بتاع الجامع وبعدين حوالين الجامع داير داير في زي كده طرقة مسقوفة بس على طول مطلع على الهواء، يعني ما هيش يعني زي فراندا كده. فكنت بستأذنهم، وطبعا ميزة كبيرة اني جو استوائي مطر كتير، فبيبقى التخييم في المنطقة المسقوفة ديت، التخييم في المنطقة المسقوفة ديت بيبقى بيحميني من المطر في نفس الوقت هواء. بنام بقى نومة هانئة جميلة جدا، وبعدين اصحى الصبح هوب اصلي الفجر مع الجماعة الماليزيين، السلام عليكم. و تاني واتوكل على الله امسك الطريق مع اول ضوء. في دول بقى ممنوع بقى فيها التخييم زي كرواتيا مثلا. كرواتيا الواحد يمشي كل يعني كم متر في علامة ممنوع التخييم. فالموضوع كان صعب جدا، ده بيحتاج قدر من الدهاء وانتقاء الاماكن وانتقاء توقيت التخييم والكلام ده كله. حواف بقى غيط، حواف غابة، أطراف قرية. الواحد يبقى عنده على التليفون عارف انه داخل على قرية ولا حاجة، قبلها هو لسه في منطقة ريفية ولا حاجة، يكون عادة التخييم مناسب قوي. والخيمة ما تتفردش إلا لما حتى في الاماكن المسموح فيها التخييم، انا دايما عندي تفضيل ان يكون يكون متداري، يعني يكون مش ظاهر قوي، يبقى احساس بالامان اكتر، بالذات في دول مثلا زي البلقان، البانيا، الدول النامية بصفة عامة او حتى متقدمة، من الافضل ان الواحد يكون مش ظاهر قوي. فبعد ما تبدا العتمه الواحد بيفرد الخيمه،
وفي العادة ما أعملش أي دوشة خالص، ولا بعمل نار ولا بعمل أي حاجة. وتاني يوم الصبح في هدوء كده الواحد يلم حاله ويتوكل على الله. طبعا في الإطار دوت بنذكر بأخلاقيات وسلوكيات الرحال لما بيخيم، إن هو بيترك المكان نظيف ولا يترك خلفه إلا آثار أقدامه وآثار العجلة بتاعته. مفيش بقى لا بلاستيك ولا نفايات ولا 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 هدوء نظافة، بحيث الواحد ما يطرحش الناس في الرحالة اللي بعده يعني. فده أول طريقة موفرة وجميلة وشغل رحالة بجد في عملية السفر والترحال. المهم منطقة النفوذ بتاعتها. نزلة جميلة استمتع بيها. بس فده الكلام اللي انا كنت عايز اقوله بالنسبة للتخييم.